ودلوقتي خلينا نروح إلى العلمين ونتابع آخر فعاليات المهرجان مع زميلنا محمود جميل. يا محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك يا محمد وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم وسط الأجواء الحلوة وحالة الطقس الجميلة في المدينة الساحرة في مدينة العلمين الجديدة، والحقيقة عدد كبير من الفعاليات اللي كنا موجودين فيها امبارح واللي لسه منتظرينها في الأسبوع الثاني إن شاء الله من مهرجان العالم عالمين، وبالإضافة إلى طبعا كل الفعاليات الثقافية اللي كنتم بتتكلموا فيها وهنتكلم فيها اكيد. لكن خليني اقول لكم ايه اللي حصل كده من امبارح لحد النهارده، لانه الحقيقه امبارح يعني كان في بعض الفعاليات الجميله اللي موجوده في مهرجان العلمين الجديده. ويمكن هبدا بالفعاليه الخاصه بالحيوانات الاليفه، ولما كنا بنتابع من بدايه الاعلان عن النسخه الثانيه انه من ضمن المهرجانات اللي هتكون موجوده هيكون موجود مهرجان للحيوانات الاليفه، فما كناش فاهمين بالظبط ايه اللي ممكن يكون موجود وإيه اللي هيحصل ليهم. لكن الحقيقة احنا امبارح لما كنا موجودين اتفاجئنا بالفعالية وبالأجواء الممتعة للحيوانات، تحديدا الكلاب لما كانت موجودة، وكان في جو كده من الألعاب الترفيهية من الفاشن شو للكلاب، ودي طبعا هدف أساسي لكل الناس اللي هي طبعا بيكون معاها كلاب وحابة ان هي تيجي تقضي وقتها في مدينة العلمين الجديدة، او ان هي تحضر طبعا فعاليات مهرجان العلمين. وأي حد من الأسر هيكون معاه طبعا الكلب فهيكون موجود يقدر أنه هو يسيبه في المنطقة الترفيهية اللي موجودة ومخصصة للحيوانات الأليفة، وهيتم الاهتمام بيه والعناية بيه بشكل كامل. يعني احنا كنا امبارح الحقيقة شايفين دلع غير عادي للكلاب اللي موجودة، وكان اهتمام بقى بالعناية الشخصية، وكانوا عاملين لهم الحقيقة عرض فاشن شو، كانت كل الكاميرات بتصورهم وكانوا بيلعبوا في المنطقة المخصصة ليهم، وفي عناية ليهم من أول ما بيتم طبعا تسليم الكلاب للجهة المنظمة أو للشركة المنظمة للفعالية. بيتم طبعا الكشف عليهم الأول طبيا بحيث التأكد من عدم وجود أي أمراض معدية، ثم كمان بيكون في حد مهتم بالعناية الشخصية للكلاب. فالحقيقة الفعاليات دي كانت مهمة جدا، ودي الميزة بقى في مهرجان العالمين الجديدة وهو التنوع في الفعاليات. كنا بنتكلم معاكم طبعا عن مهرجان نبتة للأطفال، فبالتالي الأسر اللي هتيجي مدينة العلمين الجديدة الحقيقة هتلاقي تنوع في كل الفعاليات. الأطفال هيقدروا ان هم يكونوا مبسوطين بالفعاليات اللي موجودة، كمان لو هم معاهم حيوانات او حاجة هيقدروا يسيبوها، وكمان هم كمان يستمتعوا بالألعاب الترفيهية اللي موجودة. الفعاليات التانية كانت خاصة بكرة القدم، وخلينا اقول لكم بالمناسبة انا موجود فين دلوقتي. انا موجود في مدينة الألعاب الرياضية اللي بتستضيف الفعاليات الرياضية في مهرجان العالمين. والحقيقة احنا السنة اللي فاتت كنا تابعنا الفعاليات الرياضية كانت موجودة على النورث سكوير على الشاطئ، لكن الحقيقة السنة دي ونظرا للإقبال اللي كان موجود في النسخة الأولى على الفعاليات الرياضية ونجاحها، إدارة المهرجان والشركة المتحدة خصصت المساحة الكبيرة اللي احنا موجودين فيها دي للألعاب الرياضية. أنا من خلفي هيكون في طبعا ملعب كرة القدم، هيكون عندنا ملعب كرة السلة، عندنا الكرة الشاطئية، عندنا البادل، عندنا كمان مساحة مخصصة للكيدز اريا، وده خاص طبعا هيكون خاص بمهرجان الأطفال مهرجان نبتة، بحيث كل الأنشطة الخاصة بالأسرة والعائلة والأطفال هتكون موجودة طبعا في هذه المساحة وفي هذه المدينة. الحياة المدينة مصممة أو يعني خصصت للنسخة الثانية. وخلينا اكلمكم عن ملعب كرة القدم اللي استضاف امبارح اولى فعاليات كرة القدم، كانت مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق، وكان الحقيقة في امبارح فعاليتين على ملعب كرة القدم. الفعالية الاولى كانوا بيسموها اقطع من كابتن محمود، دي كانت تحدي لاكتر حد هيقدر يقطع الكرة من كابتن محمود عبد الحكيم، فالحقيقة كان في تحدي كبير جدا، وكنا شايفين بعض الاسر وبعض الاطفال اللي كانوا موجودين، ولما حتى سجلت معاهم
احد الاطفال قال ان يعني بابا كان شاف الستوري موجوده فعلى طول جه هنا هو والاولاد علشان خاطر هم بيحبوا طبعا كره القدم وبيحبوا ان هم يكونوا موجودين، فهو كان مبسوط بالاجواء اللي موجوده ودخل في التحدي، وكان في احد طبعا المشاركين فاز بالجائزه الماليه. كان الفعاليه الثانيه كان طبعا تحدي السرعه او اسرع لعيب، كان في قياس طبعا لمدى سرعه اسرع واحد هيكون موجود في التراك بتاع الملعب، فده بالطبع يعني هيكون ليه جوائز. وبالفعل اكتر حد حقق سكور عالي في السباق هو طبعا اللي حصل على الجائزة. المميز في الموضوع هنا ان احنا كان كل عشاق كرة القدم اللي موجودين حتى في مدينة العلمين والشباب اللي كانوا موجودين والناس اللي بتحب الكرة كانوا حابين ان هم يكونوا موجودين في هذا التحدي ويخوضوا هذا التحدي. طبعا المدينة دي هتشهد بطولة كرة السلة الاسبوع ده ان شاء الله، وطبعا كلنا في انتظار الحفل الفني التاني بقى في الاسبوع التاني هيكون للقيصر كاظم الساهر، فبالتالي متوقعين انه يكون في اقبال شديد جدا. اخيرا بالنسبة للفعاليات الثقافية اللي كنتوا بتتكلموا فيها هتنطلق النهاردة من المدينة التراثية، هتكون طبعا الحفلات أو البرنامج الثقافي منقسم لجزئين، الجزء الأول هيكون في المدينة التراثية عبارة عن حفلات ومعارض ثقافية والمسرح الروماني طبعا، الحاجة الثانية هتكون على الممشى السياحي بحيث الفرق التنورة وفرق الفنون الشعبية اللي هتكون مشاركة. فالحقيقة احنا عندنا فعاليات الأسبوع ده كبيرة جدا، وعندنا يعني حماس شديد ان احنا كمان نشوف باقي الفعاليات اللي جاية، وبندعو كل الناس وكل الزائرين ان هم يقبلوا على مدينة العلمين الجديدة ويشوفوا المنظر الرائع، الأبراج والبحر الجميل اللي موجود مع حالة الطقس الحقيقة والهواء جميل النهاردة. فيعني بندعو كل الناس الحقيقة ان هم لما ييجوا مدينة العلمين الجديدة هيستمتعوا جدا بالأجواء الساحرة في مهرجان العالم عالمين. دي الصورة من مدينة العلمين الجديدة، برجع لكم في الاستوديو مرة تانية منا ومحمد. يعني صورة لا أحلى ولا أروع، أجواء جميلة ومبهجة وممتعة، أنهلنا كده بجمال محمود جميل مراسلنا من العالم عالمين ومن مهرجان، زي ما هو قال لنا أنشطة فنية ثقافية رياضية كرة القدم، كمان مهرجان الحيوانات الأليفة أنشطة ثقافية، يعني نقدر نقول كده كل الألوان موجودة في العالم عالمين، مناسبة لكل المصريين لكل الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. احنا بنتكلم على مهرجان يعني فعلا بيضع مدينة زي مدينة العلمين على خريطة السياحة العربية والعالمية، كمان أكتر من 300 فعالية فنية وثقافية ورياضية، 6 مهرجانات متخصصة إلى جانب المهرجان الأساسي والأكبر في العالم عالمين، المسرح، مهرجان خاص للأطفال، مهرجان نبتة، مهرجان للطعام، مهرجانات مختلفة وألوان مختلفة بترضي كل أذواق الأسرة المصرية.